صدر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرار بإعادة تشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة. وجاء في القرار تعين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسا للجنة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائبا للرئيس. ويأتي هذا القرار تعزيزا للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سبيل تحقيق المزيد من التطور والتقدم بقطاع الشباب والرياضة، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتنفيذ الأهداف التي رسمها سموه في برنامج استجابة كبرنامج وطني لتطوير قطاعي الشباب والرياضة الذي يستمد أسسه من روح مشروع جلالة الملك الإصلاحي ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضمن رؤية البحرين 2030. ويتضمن إعادة التشكيل تعيين كل من سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، سعادة السيد عبد الله جهاد زين، سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، سعادة السيد محمد النصف والسيد محمد العجمي كأعضاء في اللجنة. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن تكون أولويات اللجنة خلق منظومة عمل تكاملية بين جميع الجهات الرياضية ذات العلاقة بشكل يعزز التعاون المشترك بينها لبحث وتنفيذ آليات العمل والمشاريع التطويرية بهذا القطاع بما يرتقي بالتطلعات واستمرارية الجهود في النهوض بالحركتين الشبابية والرياضية بالمملكة. وقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برنامج استجابة في أبريل 2018 كنهج وبرنامج وطني لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وبإتمام الحزمة الأولى من الإصلاحات والتغييرات في العامين السابقين فإن المرحلة القادمة تتضمن مبادرات ومشاريع تطويرية وتنموية يقودها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برئاسته للجنة في هذه المرحلة.